السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في أول ورشة إيمانج أفريقيا العربي في 2020. إحنا حابين نكون متواصلين معاكم على طول مستمرين، ويا رب نكون السنة اللي فاتت حققنا معاكم حاجة كويسة، وإن شاء الله السنة دي نحقق أحسن وأحسن بوجودكم معانا. في البداية لو الصوت وصل عند جميع الناس، يا ريت بعد إذن حضراتكم كل واحد يكتب رقم واحد. لو الصوت بتاعي واضح ان كل الناس، يا ريت كل واحد وصل الصوت يكتب واحد بعد اذن حضراتكم. انا شايف اسامه بس هو اللي وصل الصوت تقريبا. تمام شريف. في البدايه انا بحب ارحب بالدكتور اسامه هندي. دكتور اسامه هندي هو استاذ ومدرس المعلومات وتكنولوجيا التعليم في كليه التربيه جامعه الازهر، واستشاري متخصص في تعليم الكتروني، كمان متخصص في مجال مهم وهو الموك. له كتاب بيتكلم عن الموك والمقالات المتاحة عبر الإنترنت. له مجموعة من البحوث المستخدمة في المجال في تكنولوجيا التعليم، واللي كانت جوه مصر وخارج مصر في مؤتمرات دولية، مؤتمرات داخل مصر. إحنا هنتشرف بيه لمدة ساعة، هيتكلم معانا عن المقالات الإلكترونية المتاحة عبر الإنترنت للاستخدام للإنتاج. أنا هترك حاليا المايك دلوقتي للدكتور أسامة، ويا رب إن شاء الله يعني يكون ورشة كويسة. وأهلا بك يا دكتور أسامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن يكون الصوت واضح لحضراتكم. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. أولا أنا سعيد وبتشرف أكون مع حضراتكم النهاردة في الورشة عن الموك، او زي ما بنحب نقولها بالعربي المقررات الالكترونيه هي المتاحه من خلال شبكه الانترنت. بدايه انا ان شاء الله هبدا مع حضراتكم يعني اشاره سريعه عن الموك، وبعد كده ننتقل الى الجديد او المحتوى الاساسي للورشه اللي هو بيتناول قضيه الاستخدام، يعني الانتقال من الاستخدام الى قضيه الانتاج، كيف يمكن ان نكون منتجين لهذه المقررات. بدايه يعني هنبدأ نتكلم عن، أكيد حضراتكم سمعتوا الموك أو سمعتم عنه، كتير مننا سمع عنه، بس كان معظم الناس من خلال شبكة الإنترنت بتسمع عن المقررات اللي هي ممكن، ما هي المقررات اللي ممكن إن إحنا ندخل عليها فنستفيد من خلال موك. باختصار إحنا هتكلم سريعا في الأول كده مقدمة سريعة، علشان لو في حد من حضراتكم أو حد من المشاركين معانا او ان شاء الله اللي ممكن يتابع او يتفرج على هذه الورشه بعد ذلك مستقبلا يكون مطلع على بعض المفاهيم الاساسيه الخاصه بموك، ثم بعد ذلك ننتقل الى الجزء المهم في هذه الورشه. بدايه زي ما قلت لحضراتكم، موك هي اختصار لكلمه او اربع كلمات، ماسيف اوبن اونلاين كورسز. طبعا في اختلافات كبيره في قضيه التسميه، وإن شاء الله هننتقل ليها بشكل سريع. بداية أنا كنت حابب أقول إن المقررات الإلكترونية بشكل عام هي مقررات أنا بنتقل فيها من الحالة الورقية أو الحالة التقليدية اللي إحنا عارفينها في، يعني سواء كان في المدارس أو في المعاهد بتاعتنا، إلى الحالة الإلكترونية اللي يكون فيها محتوى مواد تعليم وأنشطة إسرائية، بالإضافة إلى وسائط متعددة تفاعلية، كل ده بهدف إني بحاول يكون في تفاعل ما بيني وما بين المتلقي او المتعلم، سواء كان التفاعل ده بيكون بشكل متزامن او غير متزامن، والهدف الاسمى او الاساسي في هذه العمليه هو تحقيق مبدا التكافؤ والفرص التعليميه، وكذلك ايضا ايصال المخرجات التعليميه والاهداف المطلوبه. لو حبينا نتكلم عن المقررات الالكترونيه، او فكرتها بكل بساطه ان انا بحول المحتويات الورقيه لمحتوى الكتروني. بحاول ان انا اقدم محتوى تعليمي وديناميكي، بحاول ان انا اتكامل بالمحتوى الالكتروني والوسائط الالكترونيه، كذلك ايضا ممكن ان انا اقدمه من خلال اكثر من وسيط منهم شبكه الانترنت، وده احد المسارات اللي ان شاء الله هنشتغل عليها مع بعض النهارده. كذلك ايضا ان تكون فيها نوع من انواع الثراء اللي بتساعد في او بتساهم في عملية مشاركة الحواس بشكل متكامل. أنا بس عايز أأكد إن إحنا الحمد لله. السلام عليكم. طيب أنا بتأكد بس إن الصوت واصل للجميع.
تمام دكتور شريف، شكرا يا فندم. زي ما قلت لحضراتكم احنا كنا بنتكلم بشكل سريع بداية عن قضية المخرجات الإلكترونية بشكل عام. دلوقتي هنتكلم عن المبررات بشكل عام برضو تاني. احنا الانتقال، قضية الانتقال الى المخرجات الإلكترونية لها اكثر من مبررات، سواء كانت مبررات تربوية او مبررات اقتصادية او مبررات اجتماعية، وبرضو هنحاول بسريع طبعا مبررات كانت بتحتوي على ان في انفجار معرفي موجود زي ما حضراتكم بتتابعوه على مستوى اللي بيحصل في مجتمعنا، في تحديات كبيرة علميا وتقنيا، نطاق المعلومات بيتزايد بشكل كبير جدا زي ما حضراتكم بتشوفوا، ما يستدعي ان يكون في نوع من انواع من اللحاق بهذا التقدم وبهذا الزيادة المطاردة. كذلك ايضا الازدياد في اعداد المتعلمين، ودي احد الامور اللي شكلت نوع من انواع البحث عن طريقة تانية لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة، وكانت أحد هذه القرارات أو أحد هذه الخيارات هي MOOC. كذلك أيضا هناك مجموعة من المبررات الأخرى زي المبررات مثلا التربوية اللي كانت مثلا في تكافؤ، فكرة إن إحنا عايزين نعمل تكافؤ لفرص التعلم على مستوى التعليم، إن إحنا عندنا نقص في الكفاءات والكوادر البشرية سواء كان على مستوى الستاف التدريسي او كان على مستوى الخبراء في المجال وبعض المجالات. كمان كنا عايزين فكرة التعلم الذاتي والتدريب المستمر، كل الامور دي كانت من ضمن المبررات اللي دعت الى وجود المقررات الالكترونية بشكل عام، وكذلك ايضا MOOC. كذلك ايضا في المبررات بعض المبررات الاقتصادية زي الضغوط الاقتصادية اللي احنا بنشوفها، كذلك ايضا القدرة التنافسية. النهاردة حضراتكم بتشوفوا ان سوق العمل بقى فيه نوع من انواع التنوع بشكل كبير، بقى في منافسه شرسه ما بين سوق العمل سواء كان على المستوى المحلي او المستوى الدولي، وده معناه ان لازم الخريج بتاع الجامعه او حتى الشخص العادي لازم يكون مزود بمعلومات كتير، لازم يكون عامل ابديت لنفسه كتير في المجال بتاعه ايا كان المجال بتاعه، لان زي ما حضراتكم شايفين دايما المعدلات بتاعه المجالات المختلفه بتتنوع وبتختلف بشكل كبير، فلازم علشان اواكب هذا التطور وهذا الاختلاف في هذه الحالة لابد من طريقة لمتابعة هذه التغيرات، وكان أحد هذه القرارات هي قضية إيه؟ طيب برضو عشان نقول يعني إيه MOOC؟ MOOC هو اختصار زي ما قلت لحضراتكم Massive Open Online Courses، أو طبعا في التسمية العربي اختلفت كتير، يعني حتى لما أنا حاولت أحصر بعض التعريفات اللي وردت أو الترجمة، طبعا حضراتكم عارفين دي إشكالية كبيرة، وكل اللي بيشتغل في مجالات التكنولوجيا بشكل عام أو في المجالات اللي هي بتعتمد على نقل التكنولوجيا من الغرب دايما بنلاقي إن في المصطلحات الإنجليش بتختلف في التعريب، فكل منا بيعربها بشكل مختلف. في ناس قالت إن هي المقررات الإلكترونية واسعة الانتشار، في ناس قالت مقررات إلكترونية متاحة عبر الإنترنت. أنا اخترت هذا المصطلح لأسباب كتير. أولاً لأن كلمة MOOC زي ما قلت لحضراتكم هي عبارة عن Massive Open Online Courses، بمعنى Massive يعني حاجة ضخمة، huge ضخمة، حاجة كبيرة يعني تستوعب أعداد كبيرة. إذن فهي نوع من أنواع المقررات اللي بتتاح لكم كبير من الناس وليست لفئة محدودة من المجتمع. Open إذن هي مفتوحة، مفتوحة يعني إيه؟ يعني for free، يعني متاحة لأي حد يدخلها ويلتحق بها بغض النظر عن كل اعتبارات سواء كانت النواحي المادية، الجنس، اللون، الديانة، العرق، أي حاجة، فهي مفتوحة للجميع. أونلاين إذن هي مقررات لازم تكون أونلاين، لازم تكون من خلال شبكة الإنترنت، وده زي ما قلت لحضراتكم من شوية إن في تصنيفات كتير للمقررات الإلكترونية. الموك بياخد المحور الخاص بالكورسز اللي هو أونلاين. أوكي، معنا الأستاذ أسامة بيقول إن مجمع اللغة العربية واحد المصطلحات التقنية. دكتور صحيح يا فندم، هو فعلا هو كلام حضرتك مظبوط يا استاذ اسامه، ولكن مع احترامنا طبعا لمجمع اللغه هم بيبذلوا مجهود كبير جدا، حتى على مجمع اللغه هم بيضعوا بعض المصطلحات او بيحاولوا يترجموا هذه المصطلحات، ولكن خلينا برضو نكون يعني صادقين شويه ان المصطلحات الاجنبيه لما بتترجم للعربيه لا تصف بشكل دقيق المعنى. بمعنى ايه؟ بمعنى كلمه ماسيف اوبن اونلاين، كلمه الموك اللي احنا بنتعامل معاها دلوقتي مثلا استاذ اسامه، نلاحظ ان هي بتتناول مقررات الكترونيه مفتوحه عن طريق متاحه، يعني كلمه اوبن هي فور فري،
فلما تيجي تترجم بالعربي بعض الناس قالك ده هي تسمى واسعة الانتشار. يعني قضية الترجمة وقضية الترجمة الحرفية احيانا بتختلف شوية، ولكن احنا انا دايما واحد من الناس اللي من انصار فكرة ان لابد حتى لو انا هكتب المصطلح باللغة العربية فلابد ان انا احط الدلالة بتاعته باللغة الانجليزية، لاني انا معلش يعني انا ناقل للتكنولوجيا من الغرب، فلابد ان احترم الثقافة الغربية اللي بنقل عنها. طبعا ومع احترامنا وكل حاجة للغة العربية وعلى اللغة العربية على رأسنا طبعا، ولكن زي ما قلت لحضراتكم بما اني بنقل من الغرب اذا بحاول ان انا احطها حتى بين قوسين. تمام يا فندم، تمام يا استاذ اسلام، شكرا لحضرتك. صحيح، شكرا لحضرتك. وطبعا انا بقول ان في جهد ممتاز وفعلا كل شويه فعلا المجمع بيحاول يشوف المصطلحات الجديده وينزل لها التعريب بتاعها. مظبوط. طيب زي ما قلت لحضرتك كده، اذا معنى كلمه بقى الموك او ماسيف اوبن اونلاين كورسز ان هي مقررات متاحة بشكل فري، وبأكد على كلمة فري ليه؟ لأن هقول لحضراتكم دلوقتي إن في حصل تطور شوية من خلال السنوات اللي بدأ فيها الموك وصولا لحد النهاردة، وأخيرا أونلاين كورسز اللي هي طبعا مقررات متاحة أونلاين. بداية كانت موك، أنا هستأذنكم هنزل الشات عشان نكمل. أوكي، بداية زي ما قلت لحضراتكم وسبق أن تحدثنا كلمة الموك ماسيف أوبن أونلاين كورسز، بسرعة برضو مقررات إلكترونية مفتوحة لأي شخص بدون قيود في الحضور. إن الفكرة العامة للمقررات الإلكترونية اللي هي الموكس زي ما قلت لحضراتكم هي مقررة هي تاريخيا لما بدأت متاحة ومفتوحة لأي حد إن هو ممكن يخش ويتعلم من خلالها. مع تطور الوقت بدأ يكون في نوع من أنواع الماركتينج شوية أو البيزنس، وزي ما يعني هننتقل مع حضراتكم دلوقتي هشرح الموضوع دوت. ولكن هو في الاساس او في الاصل كانت المقررات الالكترونيه اللي هي الموك اصلا فور فري، يعني هي من البدايه اصلا كانت الفكره العامه بتاعتها فور فري، فكره ان احنا نوصل التعليم لكل الناس وفي كل مكان بغض النظر عن اي اعتبارات سواء كانت اعتبارات ماديه او غير ماديه. طبعا كانت البدايه الاساسيه لظهور الموك في 2008 من خلال حاجه اسمها الاو اي ار او الاختصار بتاعها الاوبن ايديوكيشنال ريسورسز، دي اللي هي المصادر التعليميه المفتوحه او المتاحه اونلاين فور فري برضو، وده برضو مدخل كبير جدا في تكنولوجيا التعليم ممكن حضراتكم لو تحبوا ترجعوا له. ولكن كانت الفكره العامه او كان الظهور يعني بتاع موك منبثق من هذه الفكره. بسرعة برضو كان من أول المقررات اللي نشأت في موك كان في أمريكا، في مقرر لجورج سيمنز وستيفن داونز كان عن طريق كورس عن مدى ارتباطات المعرفة، حضر عدد كبير جدا من الناس في الكورس ده، كان ده حافز للناس إن هي تبدأ تفكر في فكرة الموك. طبعا كان في برضه في 2011 في مقرر حضره ما يقرب من 160 ألف واحد حوالين العالم سجلوا فيه، وكمل فيه 20 ألف واحد على مستوى العالم ايضا، و364 طالب منهم هم اللي حققوا اقصى استفاده من هذا المقرر. طبعا مع الارقام اللي كانت بتظهر ديت كان هناك نوع من انواع الاقبال على الموك، على انها ظاهره جديده وعلى ان فعلا الناس كتير مهتمه بيها، وبدات الامور بتصل بشكل كبير. بعد شهرين كان بدات بقى المنصات وبدات تنتشر المنصات الالكترونيه، كان في منصه مشهوره وما زالت منصه كورسيرا، ودي من اشهر المنصات الموجوده حاليا وتعتبر يعني رقم واحد على مستوى العالم في الموك، وبتضم عدد ضخم جدا. طبعا الاحصائيه اللي كنت انا جايبها كانت بتقول ان فيها اكثر من 10 مليون طالب من 190 دوله على مستوى العالم، كان فيها اكثر من 600 دوره. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي في الارقام اعلى من كده بكتير. وبعدها كان في برضو موقع ايدكس، وده اللي هنشتغل مع بعض عليه النهارده، وكان بيحوي اكثر من 100 دوره. طبعا النهارده عدد ضخم جدا من الدورات، طبعا يوديستي ويودمي في النهارده منصات كتير جدا ممكن حتى ابقى اشارك لحضراتكم روابط ليها. ولكن اللي حابب ان هو يطلع اكتر في موقع حلو جدا مشهور برضو اسمه www.mooc-list.com، الموقع ده عليه قائمة بكل المقررات في مجال الموك. اتمنى ان الصوت يكون واصل لحضراتكم بشكل جيد. تمام، ممتاز جدا. زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم تاني، النهاردة موك بتعتمد على ثلاث حاجات أساسية، وهي أولا إن زي ما قلت لحضراتكم التعليم من خلال الإنترنت
هو ان احنا نوصل للتعليم في اي مكان، رقم اثنين على مبدأ الموارد التعليمية المفتوحة، وكذلك ايضا على ان كل واحد له حق الحصول على المعرفة والوصول اليها على الانترنت بدون قيود او شروط. طيب احصائيات سريعة جدا، دي احصائية كانت في 2014 بتتكلم على النسب المئوية للدخول على موقع كورسيرا على سبيل المثال، لانه يعتبر من اوائل المواقع على الانترنت في مجال الموك. دي برضو كانت توزيع الموضوعات، وبنجد طبعا هنا ان في نوع من انواع التنوع بشكل كبير ما بين المقررات اللي بتنتج في كل المجالات تقريبا، ما فيش مجال مش بتنتج فيه المقررات. طبعا الحاسب ممكن يبقى اكتر شويه، مجال الانسانيات وهكذا، ولكن ما فيش مجال من المجالات الا وكان في مقررات في موك. طيب برضو كان في يعني كورسيرا كانت برضو نزلت المستويات الأعمار للملتحقين عندها بالمقررات. بنلاحظ دايما ان يعني المجال الخاص ب من 26 ل 35، واعتقد حتى الإحصائيات الجديدة بتؤكد على ان معظم هذه الشريحة هي اللي بتلتحق بالمقررات، بتبقى دايما ودي برضو لو احنا حاولنا ندرسها هنلاقي ان معظم الناس دي بتكون خلصت جامعة ومحتاجة ان هي تنمي نفسها اكتر في المعلومات والمعارف في مجالاتها، فبيضطر او بيفضل ان يدخل عليها علشان خاطر يطور من نفسه ويعرف الجديد في المجال. فدايما نلاقي ان الشريحة اللي هي من حوالي 26 ل 35 هي اكثر شريحة بتستخدم المقررات الالكترونية موك. طيب في عندنا مواقع كتير اشتغلت على موك زي ما قلت لحضراتكم، دي مواقع أجنبية ممتازة ومتميزة جدا وشغالة في موك بشكل كويس قوي وعليها مقررات ممتازة. موقع مثلا كورسيرا زي ما قلت لحضراتكم، موقع أليسون، موقع من المواقع محترمة جدا، إيديكس، فيوتشر ليرن، وفيوتشر ليرن ده موقع بريطاني وموقع متميز، وهتلاقوا حضراتكم عليه الناس اللي بتحب تدرس اللغة الإنجليزية هم متميزين في المجال ده كويس قوي. برضو كذلك هتلاقي يوديستي، خان أكاديمي طبعا، وكل دي مواقع وشغالة في المجال بشكل كويس قوي. كذلك أيضا في حتى في اللغة العربية الحمد لله دلوقتي بقى في منصات كتير وبتظهر بشكل مضطرد، منها طبعا منصة إدراك، ومنصة إدراك هي منصة من ضمن المنصات اللي هي يعني النهاردة إن شاء الله لما هنبدأ مع بعض دلوقتي مع حضراتكم هنلاحظ حاجة مهمة قوي، إن منصة إدراك واخدة البلاتفورم بتاعة EDX، وإحنا إن شاء الله هنتكلم مع بعض دلوقتي على البلاتفورم بتاعة EDX ونشتغل عليها ونشوف إزاي إحنا ممكن نعمل مقرر إلكتروني من خلال هذا البلاتفورم. هو بلاتفورم فور فري وكان متاح بشكل مجاني متكامل زمان، يعني ان شاء الله لما انا اشتغلت عليه كان في 2014 2015 كان فور فري تماما. دلوقتي بداوا يحطوا نوع من انواع القيود زي ما هنشوف دلوقتي مع حضراتكم، بس لازال في اوريدي برضو مجال ان حضرتك تشتغل او حضرتك تشتغل عليه فور فري. طبعا في رواق، منصة سعودية، زادي، هوز، في منصات كتير النهاردة بتزيد بشكل كويس ومضطرد على الانترنت في مجال اللغة العربية، وده حاجة طبعا ممتازة جدا لان هي بتزيد من تواجد المقررات واللغة العربية على شبكة الانترنت. طيب برضو حابب ان انا اشير الى حاجة مهمة قوي، موك لما ظهرت طبعا فيها يعني انا بس مش عايز في الوقت المتاح لنا ان احنا استزيد قوي او ادخل قوي في قضيه التنظير، ولكن موك ايضا لها انواع، في اكس موك وسي موكس، وبرده ظهرت انواع جديده بعد الموك اللي هي حاجه اسمها الكوك وحاجه اسمها سبوك. طبعا انا برده سامحوني، هو الاختصارات في اللغه الانجليزيه دايما يعني هم محبي الاختصارات. طبعا سبوك او الكوك دي الاختصار بتاعها، هم منصتين او شكلين اخرين من المنصات. هذه الأشكال الأخرى بتعتمد على إيه؟ لما نيجي مثلا نتكلم مع حضراتكم إن موك لما طلعت وظهرت وكان 2014 يسمى عام الموك أو هو عام الانتشار الحقيقي الموك، بدأت طبعا ناس كتير جدا تمشي في الموك وبدأت الأعداد ضخمة جدا تشترك في موك، ولكن بعد وقت معين زي ما هنيجي كمان شوية بدأت تحصل نوع من أنواع الكيرف، بمعنى إن الناس بدأت تهتم أو بموك وبعد كده بقى يسجل مثلا في أي مقرر أعداد كبيرة جدا، وفي النهاية اللي بيشترك في الأعداد دي أعداد قليلة. ومش بس كده، ده لقوا إن اللي بيخلص الكورس لحد النهاية وبيخلصه وبياخد مثلا الشهادة أو مثلا بيحصل على كل المقرر
لقوا ان الاعداد دي برضو اقل. يعني مثلا هنتقل مع حضراتكم مثلا هنا، دي دراسه الى حد ما كانت حديثه شويه في 2017، بتتكلم على ان الناس حللوا الكورسات اللي على اي دي اكس، سواء كانت لهارفارد او معهد ماساتشوستس بتاع التكنولوجيا، من 2012 ل 2018، لقوا ان 3.3% بس من اللي بيلتحقوا بالموك هم اللي بيكملوا الكورسات. ودي مشكله ليه؟ طبعا هي دي حاليا في دراسات كتير بتحاول توصل للاسباب دي، ولكن بعض الناس قالوا ان ممكن عشان هي فور فري فالناس ما بتبقاش واخده الامور بجديه قوي برضو، حاجه زي كده. يعني مثلا حتى يعني مثلا النهارده احنا عدد المشتركين فينا مثلا حاليا مع بعض احنا 16، في حين مثلا ان ممكن اللي عرفته من الزملاء ان كميه الناس اللي تقدموا للورشه اعداد كبيره. طيب هل دي امور بتعود ل هل هي عشان فور فري فالناس ما تبقاش واخده الامور بجديه قوي؟ ممكن برضو يكون نوع من عدم الالتزام. دي قضيه على فكره من القضايا المطروحه للبحث في موك بشكل قوي. وايضا نلاحظ ان في 2015 2014 2015 كان الانخفاض 6%، فمعنى ذلك ان الانخفاض يعني مستمر. طيب ايه الاسباب؟ فبداوا ان هم يحاولوا ويعملوا دراسات بيحاولوا يشوفوا ايه اسباب هذا الانخفاض المستمر في الناس اللي بتكمل الموك. فبدأنا نشوف بعض الاحصائيات لعمليات الموك، بدأت بقى تخرج حاجة اسمها السبوك. السبوك دي بقى زي ما بقول لحضراتكم حاجة اسمها small private open course. يعني بدأوا بدل ما يقولوا طب ما بدل ما نخلي الموك متاح للجميع، طب ما نيجي نخليه للناس اللي عايزة بجد تشترك في الكورس ده. وبدات بعض المواقع تعمل كورسات ولكن بشكل مصغر، نظام ورش عمل، بدل ما انا هيبقى متاح الكورس ده لاعداد كبيره جدا ممكن الاف تدخل، لا انا في النهايه هتويح الكورس ده لمجموعه صغيره، جروب صغير، وهذا الجروب هخليه هو اللي يدرس ويكمل. طبعا الكلام ده عملته شركه او موقع ممكن حضراتكم نزوره، من ضمن المواقع اللي بدات تشتغل عليه، وبداوا لقوا ايه مع الدراسة برضو، لقوا ان 80% من الناس اللي بتلتحق بالكورس ده بدأوا ان هم ينجزوا، ولقوا ان 88% من الطلاب لبوا فعلا نتائج وخلصوا الدورة. بس خد بالكم من حضراتكم من حاجة، هنا الكورسات دي ما كانتش كلها فور فري، كانت بكوست، بتدفع فيها مبلغ من المال. ممكن حضراتكم لو دخلت دلوقتي على الموقع بتاعهم هنلاقي ان الكوست بتاعها احيانا مش صغير. استاذ اسامة بيسأل بيقول المقررات تصميم الشركات لتطوير مهارات موظفيها حصرا. هو لا يا فندم، هو ممكن يسميها سبوك، لان سبوك هي سمول برايفت، وبرده المايكرو ليرنينج. تمام، هو الفكره كلها استاذ اسامه في ايه؟ ان هما الموك لازم يكون حاجه اوبن، حاجه مفتوحه على المشاريع للجميع. اما السبوك بقت دلوقتي نوع من انواع البرايفت شويه او حاجه خاصه شويه. فليه؟ لان زي ما بقول لحضراتكم هما بداوا يشوفوا ان بعض الناس حللوا ان احد اسباب هروب الناس، مش هروب بقى، عدم اكمال الناس للكورسات الالكترونيه اللي بيدخلوها في الموك، هو احيانا بيبقى احنا انترستد قوي بحاجه، يعني مهتمين جدا بيها، ولكن مع الوقت بيحصل فتور. مع الوقت انا بتابع كورس، واعتقد ممكن لو عملنا احصائيه مع حضراتكم دلوقتي هنلاقي ان كلنا كده، كلنا فعلا. انا واحد الناس برضو حتى اشتركت ببعض الكورسات وما كملتهاش، اما لظروف بقى خاصه بالشغل، ظروف خاصه يعني باختلاف الاهتمامات احيانا، ولكن زي ما اقول لحضراتكم احيانا احملش. فبدات الموضوع ده، موضوع السبوك، كحل من الحلول اللي تخلي احيانا الانسان يلتزم اكتر في الاشتراك في الكورس، لانه هيدفع كوست في مقابل انه يكمل الكورس. مرحبا بحضراتكم، ومرحبا بالاستاذ حسام. تمام يا فندم، اتشرفت بحضراتكم. اخيرا تاني، طيب انا بقى انا برضو يعني كل الكلام ده كنت بحاول اجري شويه، وسامحوني على هذه السرعه، ولكن انا كنت عايز انتقل بقى للكوست، الحاجه الاساسيه، وهي طيب ازاي نقدر نعمل موك؟ ازاي ممكن نعمل انا واحد مثلا اكاديمي عايز اعمل كورس وعايز اتيحه للطلبه بتوعي اونلاين، هل الكلام ده متاح ولا صعب؟ لا، الكلام دوت متاح جدا وسهل جدا ان حضراتكم تلتحقوا بيه، وفي منصات كتير عامله الكلام ده. يعني حتى منصه اليسون اللي كنت اتكلمت مع حضراتكم عنها من شويه كانت بعتة برضو من فتره مش بعيده بتقول ان ممكن تدخل وتكون من الناس المشاركين معاها وتنشر وهكذا. ولكن زي ما قلت لحضرتك بقى، انت ممكن تقعد
وانت في البيت تعمل كورس اونلاين وتتيحه لايا كان، ممكن تتيحه لمجموعه من الطلاب او تتيحه حتى لمجموعات كبيره من الناس. فعلا استاذ اسامه، كلام حضرتك مظبوط جدا. هو على فكره في انا سامحني ان انا مش ما توسعتش في الكلام ده على الموضوع ده، ولكن هو فعلا في دراسات كتير ودراسات اجنبيه كانت بتناقش قضيه التسرب من الموك، وازاي ان احنا نحل هذه المشكله وهذه المعضله، وليه الناس ما بتقبل في الاول بشكل كبير على موك ثم في الاخر ما بتاخدش الموك للنهايه. ولذلك بعض كتير من المنصات دلوقتي وكتير من المقررات بدات تعمل ايه، بدات تعمل كوست على الشهاده. يعني معنى ذلك هيقول لك انت هتدرس الكورس كله فور فري، ولكن عشان تاخد شهاده معتمده او يبعتوا لك شهاده لازم تدفع الكوست بتاعها في الحاله دي تاخد الشهاده. طبعا يعني هو موك فكرتها في الاساس فكره العلم، فكره ان انت باحث عن المعرفه وعن التعلم ليس فقط جمع الشهادات. ولكن اذا حبيت تاخد الشهاده بانك حضرت الكورس اوكي مفيش مشكله، بتدفع الكوست وتاخد الشهاده. كان الاول كله فور فري، ولكن هما حاليا زي ما بقول حضراتكم بقى بداوا يعملوا نوع من انواع البيزنس شويه من وراء هذه المقررات. وفعلا ممكن نختلف او نتفق في ان اذا كان ده حقهم او لا، ولكن في جامعات النهارده بتشترك في هذه المقررات وبتاخد كوست وبتاخد فعلا مقابل من هذه من الشهادات. هذا المقابل بيغطي نفقات عندها في الجامعه، فاحد من ضمن المدخولات بالنسبه للجامعه هي المقررات الالكترونيه اللي هي موك. طيب نرجع تاني ناكد على اني طب انا النهارده عايز ابدا اعمل بقى كورس اعمل ايه الجيميفيكيشن. فعلا في بحوث استاذ احمد، في بحوث كويسه قوي عن تطبيق الجيميفيكيشن في الموك، وفي انتجريشن كويس جدا ده حقيقي، وفي ناس بتستخدم الجيميفيكيشن عشان استكمال الموك والانتهاء منه. انا عايز اقول ان في حلول كتير حاليا بتستخدم في الموضوع دوت علشان خاطر علاج قضايا التسرب في الموك. طيب ازاي بقى ابدا اعمل موك؟ انا زي ما بقول لحضراتكم شبكه اي دي اكس اتاحت البلاتفورم بتاعها، واتاحت كمان ان ممكن حضرتك تخش وتبدا تعمل كورس بشكل مبسط وسريع جدا. انا هبدا يعني اعمل شير على اللي هو البراوزر بتاع جوجل كروم، وهتكلم مع حضراتكم عن هذا الموضوع. ولكن زي ما بقول لحضراتكم هو بدايه كان في موقع يتبع اي دي اكس اسمه اي دي اكس نكست، لو حبينا نخش كلنا عليه. هو دوت عباره عن البلاتفورم بتاعه الايه الاوبن اي دي اكس اللي هو اي دي اكس المفتوح. وهما كان الاول انا يمكن لما استخدمت البرنامج ده زمان كان كله فور فري زي ما قلت لحضراتكم. دلوقتي بقى في مسارات كتير ممكن ان انت تشتغل على الفري، وده هنشتغل مع بعض عليه دلوقتي. بس هو بيقول لحضرتك هنا ان هو اب تو 50 يوزرز فقط، يعني تقدر ان انت تتابع من خلاله او تعمل له ببلش ل 50 يوزر فقط. طب لو انا عايز اتوسع يبقى هخش على البريميوم، في الحاله دي لازم ادفع كوست $42 بير مانث. هنا طبعا بيقول لك لا هنا 52 بير مانث وهكذا. طيب ايه الفرق؟ الفرق طبعا ان هنا بيديك معدلات كبيره من اليوزرز مفتوح، وبيديك كمان بقى اوبشنز اعلى في خيارات افضل واعلى بالنسبه للايه؟ للفيشرز. زي ما قلت لحضراتكم هو طبعا في البدايه هو لقى ان هو دي بقى حاجه تجاريه، كلنا بنبدا في البدايه عايز بس اسحب الناس، وبعد كده ابدا اقول له والله لو انت عايز تستمر معايا في الحاله دي لازم تدفع علشان خاطر هديك دومين، هديك مثلا انتجريشن مع الاي بي اي مع الموبايل مع و و و يعني في فيتشرز كتير. هعمل دلوقتي شير لحضراتكم مع ال جوجل كروم عشان نبدا نشتغل على الويب سايت. طيب دلوقتي انا اتمنى يكون دلوقتي واضح مع حضراتكم الويب سايت. هو ده موقع اي دي اكس. موقع اي دي اكس طبعا من المواقع المشهوره وممكن حضراتكم كتير يكون اطلع عليها. موقع اي دي اكس اوكي تمام ماشي. موقع اي دي اكس زي ما حضراتكم شايفين هو بيقول ان هو 2500 اونلاين كورس من 140 انستيتيوت على مستوى العالم يعني. فطبعا هو موقع مشهور وغني عن التعريف وفي كل المجالات. طيب النهارده بقى عشان خاطر انا اعمل كورس ففي هم عاملين منصه اسمها edunext.com. لو حضراتكم دخلتوا عليها هتلاقوا ان هم هنا بيقول السيرفيس بتاعتها، ويمكن لسه قارئ انا مقال امبارح بيتكلم عن ان هم بداوا يوظفوا جامعه الامارات العربيه
تقريبا انا قريت كده المقال امبارح. فدلوقتي انا بقى لو عايز ادخل اتعامل في الاخر هختار start a free trial. اوكي فهبدا افتح وابدا ادخل عليه. ادي الموقع الثاني لو انا دخلت. فهنا بيقول لي والله انت ممكن تشترك فيه فور فري، بس خد بالك ان ده هيوصل من ل 50 يوزر فقط. لو عايز بقى اعداد كبيره من اليوزرز من الملتحقين، في الحاله دي لازم تختار واحد من الانظمه اللي موجوده، وكل واحد من ده معاه الفيتشرز بتاعته اللي ممكن حضرتك تشوف انت عايز ايه تختارها وبتحددها، وليها كوست لوحدها. طبعا ده بقى لو انت عايز بقى في الحاله دي، لو انت عايز يعني في الحاله دي كله بيبقى له اتفاق، ودي طبعا بتخضع لو جامعه مثلا هي اللي عايزه تلتحق، غير لما بيكون يوزر هو اللي عايز يلتحق بيه. طيب انا هبدا ادخل واشترك فيها. طبعا في البدايه انا بدخل بيطلب مني اربع خطوات. اول حاجه خطوه البدايه، اول حاجه انت عايز تعمل ايه في الكورس. هل لو انت عايز بس تعمل اونلاين كورسز عشان خاطر من خلال اوبن ايديكس على ديليفري اونلاين، يعني هتعمل اونلاين كورس توصيل، ولا عايز تيست، ولا عايز انت عايز تعرف اكتر عن اباوت اي دي اكس، ولا عايز مثلا تعمل ريبليس، ولا عايز ايه بالظبط. فانا هقول والله لا، انا في الاخر بدايه انا عايز اعمل كورس فعلا وابدا اوصله. فبعمل بختار وبعمل الخطوه رقم 2. الخطوه رقم 2 بقى بيبدا يقول لك طيب انت دلوقتي عايز اكتب اسم الاورجانيزيشن اللي انت عايز تعمل من خلالها او تعملها سيلكت. هل هي حاجه اكاديميه خاصه، حاجه حكوميه، ايا كان المؤسسه. بيقول لك بعد كده اختار نوع الهدف بتاع الاونلاين ليرنينج اللي انت عايز تعمله. طيب هل هو فور فري ولا هو مدفوع؟ طبعا لان هو طبعا هيبقى في وضع مختلف لو هو حاجه مدفوعه. طب هاو ميني بقى انت بتتوقع كام عدد اليوزر اللي ممكن يشتركوا معاك في الكورس؟ وفي الاخر خليك ان انت تصنف الموست انترستد بتاع الاوبن اي دي اكس، سواء كان انت عايز مثلا في الال ام اس والاستوديو، ولا ايه هو بالظبط المجال اللي انت عايز تشترك فيه. سامحوني بس انا بحاول اجري بقدر الامكان بسرعه شويه علشان خاطر اغطي كتير في الوقت بتاعنا. بخش بعد كده في ستيب رقم 3 ودي برضو مهمه قوي. طيب هو بيقول لك انت اكتب بقى الايه الاسم وحط اليو ار ال. بقى العلم ان اليو ار ال بتاع الكورس هيبقى الدومين بتاعه .edunext.io. طيب انا لو عايز بقى يو ار ال خاص بيا، هنرجع هنا من ضمن الخيارات نلاقي اني علشان حضرتك تاخد يو ار ال خاص بيك في الحاله دي برضو من ضمن الحاجات اللي لازم تدفع فيها. اوكي يعني انت من ضمن الحاجات اللي انت عشان تاخد فور فري هنا مثلا اهو، ان انت بتاخد هنا هتاخد دومين يور اون دومين، انت هتاخد دومين خاص بيك، انما هنا انا باخد الدومين بتاع مين؟ بتاع اوبن ايديكس. اوكي طيب انا ارجع تاني. فهنا بكتب الدومين بتاعي وبكتب اللغه اللي عايز اتعامل معاها، وبعد كده بحط اللوجو بتاع المؤسسه او الكورس اللي انا عايزه. وزي ما قلت حضراتكم بقى خلال حتى الجزء اللي بعد كده كله هيبقى كل الموضوع كله دراج اند دروج، او هو تمبلت، او هو زي ما احنا دايما بنقول هو بلاتفورم وانت حضرتك بتملاه. فبتبدا تحط هنا اللوجو بتاعك، هو طبعا بيحط لك السايز بتاع اللوجو يبقى كام في كام، وتبدا تعمل دراج للوجو وتبدا تحطه. طيب بعد كده تدخل بتملى بقى الاكونت انفورميشن بتاعك، الاسم، الايميل، اليوزر نيم وهكذا، وفي الاخر بتعمل لونشنج اول ما بتدخل بقى في المقرر من جوه او تبدا تشتغل على الكورس بتاعك، هتلاقي ان الامور سهله جدا. انت حضرتك بتختار من مجموعه من الميديولز، مجموعه من الميديولز اللي موجوده جوه، وبتبدا تتعامل معاها وتبدا تملاها، سواء كان في الاختبارات، سواء كان في التكست اللي موجود. طبعا انا سامحوني يعني ان ساعه هتبقى صعب جدا ان احنا نقول فيها الكلام، ولكن انا اوريدي عملت الكلام ده، سجلته على القناه على اليوتيوب لو حضراتكم تحبوا تطلعوا عليها. وممكن ابعت الرابط بتاع القناه دلوقتي، ممكن حضراتكم تطلعوا على انا عاملهم في حوالي 20 او 22 فيديو على القناه، كلها مفصلين. تمام طيب ماشي يا دكتور، شكرا. تمام
يبقى دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم كده، انا ممكن ابعت لحضراتكم اليو ار ال بتاع القناه عليها تفصيل بشرح للخطوات، وهي ما اختلفتش يعني، هي تقريبا نفس الخطوات دي. انا دلوقتي هفتح القناه دلوقتي لحضراتكم، ونعرض فيديو من هذه الفيديوهات معاكم دلوقتي حالا. عن اي حاجه من الحاجات اللي تم شرحها في الورشه ممكن حد يكتب معلومات عنها، يكتب السؤال في الشات واحنا هنبقى نرد عليه. خلي الدكتور اسامه يرد عليه يا فندم. انا دلوقتي شاركت مع حضراتكم اهيت القناه. انا هنا يعني ان شاء الله بشرح لحضراتكم من الموضوع ازاي ان احنا نعمله في حوالي 21 فيديو بشرحها بشكل فيها نوع من انواع التفصيل ان شاء الله. فباذن الله هتلاقوا فيها الكلام موجود. طبعا انا هنا بشرح ان هو نفس الانترفيس، ما فيش تغيير كتير من ساعه الحمد لله ما الواحد كان شغال عليها. انا بدخل وببدا، طبعا لازم يكون في عند حضرتك اكونت تبدا تشتغل بيه عليها، بتسجل بالاكونت بتاعك وبعد كده بتدخل. فهو بيبدا يبعت لحضرتك اليوزر نيم والباسورد بتوعك اللي هتدخل عليهم. بس انا عايز انتقل لحاجه. طبعا انا هنا كنت بشرح لكل خيار من هذه الخيارات بنوع من انواع التفصيل. هنا ببدا اكمل التسجيل. اوكي، وصولا لحد ما زي ما قلت لحضراتكم من شويه ان انا احط اللوجو بتاعي. اوكي، والفيديو ده كان عبارة عن التسجيل. طيب لما بدخل بقى للفيديو التاني، ودي برضو حاجة مهمة جدا، انا بعد ما خلصت التسجيل دي بقى الانترفيس اللي بتظهر قدامي وقدام حضراتكم. الانترفيس ديت مهمة جدا لان هي بتبقى عبارة عن LMS، يعني هو Learning Management System اللي هو نظام إدارة التعلم. هو بيفتحها لحضرتك بشكل دوت، بيقول لك والله انت دلوقتي موجود قدامك الشهر ده معدل الدخول الاكتيف يوزر في 7 داي في الاسبوع، كذلك في توداي النهارده كام دي. ده بقى الداشبورد اللي حضرتك تتابع منه كل الناس اللي بتدخل عندك. يعني الداشبورد ده تقدر حضرتك تشوف انا عملت الكورس امتى وضفته امتى ومين اللي دخل عليه، ودي بقى اللي حضرتك انت بتتابع منها الطلبه بتوعك. ولذلك انت ممكن تعمل الكورس ده مثلا للطلبه بتاعتك، الطلبه عند حضرتك في الجامعه في المدرسه في اي مجال، وتبدا تتابع معدلات الدخول بتاعتهم من هنا. فهنا شاشه الاكتيف يوزر بيطلع لك منها معدلات الدخول بتاعتهم. هنا طبعا انت حضرتك طبعا دي بقى من لو انت عايز تعمل ابجريد من جوه السيستم. لو انت عايز توسع بقى من اليوزرز او من الاعداد اللي هتدخل معاك. اوكي، انا بحاول بس اقدم شويه. في حاجتين برضو مهمين قوي، ان انا عندي حاجه اسمها ال LMS ودي اللي ان شاء الله برضو من ضمن الحاجات المشروحه هنا. في حاجه عندي اسمها ال LMS بلاتفورم، وفي حاجه عندي اسمها اللي هو الاستديو. ده الريل تايم. اوكي، هنا بقى ده الايميل تراك. هو تفاصيله زي ما بقول لحضراتكم، التفاصيل على فكره يعني كتير شويه، ولكن هي سهله جدا يعني، ما فيهاش اي صعوبه ان شاء الله. اظن يعني ان انت يعني اي واحد من حضراتكم سهل جدا يستوعب هذه التفاصيل بشكل سهل ان شاء الله وسلس. زي ما قلت لحضراتكم، بس هحاول امشي بسرعه شويه. كل ده لسه كان في الجزء الخاص بالمونيتورنج، لان زي ما حضراتكم شايفينه هو بس انت حتى يعني مثلا في الجزء ده لو انت عايز تطلع شهاده خاصه بالكورس بتاعك تطلعها ازاي وتعمل ايه وتكتب اللوجو بتاعها وكل ما هو متعلق بيها في الكورس. هنا مثلا هنا بقى زي ما قلت لحضراتكم في عندي دخول، لان هو في حاجتين مهمين جدا. في حاجه بس اسمها ال LMS، وده ال LMS ده اللي حضرتك بتعمل كنترول من خلاله على الداشبورد. بتفتح لك بقى شاشه ثانيه خاصه باضافه المحتوى
اللي هو بتاع الكورس بتاعك، فبيطلع لك الشاشة دي وبيقول لحضرتك ايه هو الكورس اللي انت عايز تسجل فيه، فبتبدأ تدخل على ولازم تسجل بالإيميل تاني وبتدخل عليه، ويبدأ هنا تبدأ تخش عشان تضيف المحتوى بتاعك. ففي بس ايه برضو يكون واضح عند حضراتكم ان في اتنين انترفيس، واحدة خاصة بالـ LMS اللي هو إدارة التعلم بشكل عام، واحدة خاصة بإدارة الكورس بشكل خاص. ده بقى الواجهة اللي تبدأ حضرتك بتدخل هنا، البيانات دي اللي بتاعة الكورس. طبعا بتكتب مقدمة عن الكورس، رقمه، تاريخه اللي هيبدأ فيه، ده اللي هيبان بقى للإند يوزر، اللي هيبان عنده علشان خاطر يبدأ يدخل ويبدأ يطالع الداتا اللي موجودة عندك. برضو حضرتك لما بتدخل بقى بتلاقي نفس الكلام ده، لو حضراتكم تلاحظوا ان اللي تعامل مثلا مع ادراك او مع اي دي اكس هيلاقي ان الكورس كله بنفس الشكل، لان زي ما قلت حضراتكم ده بلاتفورم حضرتك بتدخل وبتبدا تضيف فيه. هنا بقى تبدا تتكلم عن تحديثات المساق، طيب لو في مثلا ديسكاس مناقشات بتمشي ازاي، لو هل متاح ان احنا نعمل ويكي، متاح جدا مفيش مشكله. طيب تدخل بقى على الجزء ده اللي هو لو انت عايز تعمل نقاش معين بينك وبين الطلاب، هي الموضوع كله ان تدخل وتبدا تعمل تغير انت بقى البيانات اللي موجوده زي ما انت عايز. هنا التقدم يعني كل طالب معدل التقدم بتاعه ماشي ازاي، بكل ايميل بيدخل بيه كل معدل التقدم بتاعه بيبقى واضح عند حضرتك، كل طالب عمل ايه، وهو حتى الطالب بيبقى شايف هو وصل لفين او عمل ايه، درس في الاسبوع ده ايه وانتهى من ايه، وهكذا. بيبقى نوع من انواع المتابعه بشكل جيد جدا لمعدلات الدخول بالنسبه للطالب. كذلك ايضا بعد كده بقى انا برضو انتقلت في الفيديوهات دي ل يعني عموما يعني اتمنى طبعا حضراتكم تتابعوا الفيديوهات دي. لو حضراتكم بقى تلاحظوا هنا مثلا على سبيل المثال هيبدا بقى يقول لك مثلا في الايه في الانترودكشن بتاعك يبدا يقسمها لك، طيب الويك رقم واحد الاسبوع الاول عايز يكون في ايه، وهنا هو حاطط لحضرتك التمبلت وانت بتغير. انا ببدا اغير التكست باللي انا عايزه، هنا الفيديو وطريقته ازاي تغير فيديو، ازاي تحط مثلا السبتايتل بتاعه، وهكذا. طول ما انت ماشي بتبدا ايه طب عايز مناقشه ولا مش عايز، هي نوع من انواع التحكم بشكل كامل. هنا متاح طبعا تضيف نص، تضيف صور، فيديوهات، بكل ما هو طبعا الفيديو لازم يكون في شانل على اليوتيوب وبترفع عليها الفيديو وبتاخد الباس بتاعه وتحطه هنا. كمان التقويم، ادوات التقويم والاسئله متاحه بشكل متكامل وجيد جدا، ممكن من خلال هنا برضو تقدر تخش وازاي تقدر تعمل التقويم. زي ما قلت لحضراتكم طبعا انا يعني ان شاء الله ممكن تجدوا في هذه الفيديوهات بعض هذه التفاصيل، يعني شرحها بشكل يعني اظن ان شاء الله تكون جيده لحضراتكم، واتمنى يكون فيها استفاده. انا دلوقتي ممكن ابدا نشوف بقى الشات وممكن نتكلم عنها. طيب استاذ اسامه بيقول بما انها منصه مفتوحه لاي حد بيحط دروس من تصميم واختيار، ما هي المعايير التي نحكم فيها على جوده وصحه المعلومات؟ طبعا هو طبعا سؤال كويس جدا استاذ اسامه. طبعا صحه وجوده المعلومات دي قضيه، يعني انت عارف حضرتك ان اي واحد موجود على الانترنت النهارده احنا بنحاول نشوف طب ينفع ان انا احكم على المعلومات اللي موجوده عندي سواء كانت صحيحه او خطا، ولعل حضرتك عارف دلوقتي ان موجود قضيه الشائعات وازاي بتنتشر ودي قضيه كبيره جدا. انا بحكم عليها ازاي؟ طبعا انا لما باخد كورس من خلال جامعه معترف بيها على مستوى العالم بيبقى ليها ناس منتسبين ليها، فطبعا ده صحه والمعلومات بترجع على الجامعه. اما اذا كان المعلومات اللي بحصل عليها من خلال يوزر فدي برضو بتخضع ليه. انا مثلا لما بعمل كورس زي ده فانا بعمله للطلبه بتوعي، فهم عارفين المحاضر بتاعهم او الدكتور وعارفين والطلبه عارفينه، ففي نوع من انواع المصداقيه. وبعدين النهارده زي ما حضرتك عارف يا استاذ سليمان ان مفيش حاجه على مستوى الانترنت بشكل عام وعلى مستوى العلم مفيش حاجه النهارده اسمها غلط او صح. بمعنى ايه؟ انا ممكن اي حاجه النهارده استوثق منها من خلال ان انا اعمل مور سيرش عليها وبعرف اذا كان الكلام صح ولا خطا. تمام. استاذ حسام بيسال على الرابط. اوكي انا ممكن ابعت لحضراتكم رابط، اعتقد ان كان سؤال حضرتك عن رابط القناه، انا هبعته لحضراتكم. حضرتك لو دخلت بس كتبت اسامه هندي هتلاقي القناه وممكن حضرتك تبدا تشوف الفيديو. سؤال تاني استاذ اسامه، يعني استاذ اسامه ما شاء الله نشيط معانا،
لو في اي تساؤلات مع حضراتكم طبعا انا سعيد جدا ان ارد عليها، وانا بكرر اعتذاري في الانقطاع اللي حصل، بالاضافه الى ان طبعا الموضوع احيانا بيكون يعني كبير شويه فمحتاج شويه وقت اكتر شويه. كيف يمكن المؤسسه ان تتاكد انه يدرس؟ بص يا سوسام، هو القضيه او المعيار في الموك هو معيار التعلم، بمعنى لا طبعا ده حاجه غريبه. قضيه التعلم بمعنى ايه؟ بمعنى ان العلم ده مفتوح للجميع بغض النظر عن انت مين، اسامه، حسن، داخل باسم مختلف تماما، مفيش مشكله، مفيش قيود على قضيه التعلم. الاهم هو انك تتعلم، القضيه الاهم هو انك تعرف هذه المهارات. ولذلك انت حضرتك بتكتب الاسم، وهو حتى في الاول انت حتى من ضمن الاوبشنز اللي موجوده هنا في المقرر اللي بيقول لحضرتك ايه، خد بالك ان الاسم اللي هتكتبه هو اللي هيظهر على الشهاده اللي انا هديها لك، فالاسم اللي انت عايزه اكتبه. فطبعا ده بيكون اولى ان انا اكتب الاسم صح، علشان خاطر لو ما كتبتش الاسم صح بتطلع الشهاده بالاسم اللي مش صحيح. بالاضافه الى ان زي ما قلت لحضراتكم ده هدفه هو التعلم وليس هدفه الشهاده. فانت عايز تتعلم، اوكي، العلم قدامك، تعلم المعرفه والمهاره اللي انت عاوزها. اللي عاوز شهاده هتضطر تكتب الاسم صحيح. الغش في الامتحانات مثلا، قضيه برضو مهمه قوي، هو قضيه ان الكورسات هنا في كورسات بتتنوع في الاختبارات، ودي برضو هتشوفوها حضراتكم وانتم بتنتجوا الكورس بتاعكم، ان في تنوع كبير في المقررات في الاختبارات، اسف، بمعنى ان ممكن تعمل اختبارات او تدريبات اثناء الورشه، ممكن تعمل اختبارات تانية للاجتياز في نهايه الورشه، وهذه الاختبارات احيانا بتكون قايمه على مشاريع وليست على بس مجرد مالتي تشويس، فبيبقى مطلوب من اليوزر او الاند يوزر ان هو يعمل بروجكت معين او يعمل حاجه من معينه بناء على هذا المديول اللي بيبعته حضرتك بتقيمه. فقضيه التقييم او قضيه ان ايه، تاني انا بس عايز اكد على النقطه، قضيه الموك هي قضيه في الاساس قضيه لمحب العلم او لمن يرغب في العلم، وليست قضيه بالاساس الحصول على الشهاده. فاللي عايز شهاده، ولذلك زي ما قلت لحضراتكم هم بداوا يحاولوا في انماط اخرى زي السبوك على سبيل المثال، ده هيكون بقى حاجه برايفت شويه، هيكون ليها نوع من انواع التحكم اكتر، هتبقى جروب بشكل اصغر، هيبقى في ورش عمل، فبناء عليه بيكون استفاده فيها اكبر. في سؤال من الاستاذ اسامه، هل ينزل الله محترم؟ بص هقول لحضرتك بصراحه، وطبعا كامل احترامي لكل الناس، احنا على مستوى المصري او على مستوى العرب بشكل عام، انا اسف ان اقول نحن من محبي الشهادات، بمعنى ان احيانا في ناس بتدخل علشان يحصل يتفرج على كورس علشان ياخد الشهاده بغض النظر ان هو اتعلم او ما اتعلمش. طبعا دي حاجه يعني ممكن نختلف او نتفق اذا كانت صواب او خطا، ولكن قضيه الحصول على الشهاده في حد ذاتها بدون المعرفه ده برضو مش صحيح قوي. من المهم ان احنا نكون فاهمين كويس وقاريين كويس ومتعلمين المعلومه. في النهايه سوق العمل لما حضرتك بتروح في اي شغل مش بيقول لك وريني الشهادات بتاعتك، ولكن بيقول لحضرتك وريني شغلك. فالشهادات طبعا حاجه جميله وعلى راسي من فوق، ولكن قضيه المهاره في حد ذاتها اهم من الحصول على الشهاده. ده في وجهه نظري المتواضعه. اخونا مصطفى كان بيقول ان الصوت غير واضح، اتمنى يكون الصوت واضح معاه. تمام يا دكتور. دكتور احمد، الدكتور احمد بيقول ان المنصات ظهرت من قلب الجامعه لكن الصراع عن الخارجي عن الجامعات. صحيح، متفق مع حضرتك دكتور احمد في الكلمه اللي حضرتك بتقولها. هو فعلا المنصات قامت في البدايه على شراكات مع الجامعات، ولذلك حتى كورسيرا وايد اكس وغيرها ويدمي معظم المنصات الاجنبيه كانت بتتنافس على عقد صفقات مع الجامعات علشان تنشر المقررات عندها. وعايز اقول لحضرتك وزي ما حضرتك بتقول يا دكتور ان ده حققت اصلا الشراكه دي حققت مكاسب كويسه قوي للجامعه، وحققت يعني فتحت ليهم باب من ابواب الفند او يعني باب من باب الفلوس اللي بتيجي للجامعه في سبيل الكورسات اللي بيدوها اونلاين. عندنا في الوطن العربي المنصات فعلا بدات تقوم على فكره ان انا بعمل منصه وخلاص بدون شراكات مع الجامعات،
ولكن لو حضراتكم طبعا اكيد بتتابعوا قضيه التنميه المستدامه وقضيات قضيه ان احنا عايزين ننمي من الجامعات بتاعتنا وتكون قائمه على قضايا يعني دوليه اكتر منها. هذه القضايا فرضت على الجامعات ان هي كمان تعمل ان هي تعمل منصه، واتمنى الجامعات بتاعتنا تعمل كل جامعه تعمل منصة خاصة بيها وتنشر كورساتها أونلاين وتنشر المحتوى العربي، لأن طبعا حضراتكم عارفين قد إيه إن في معاناة إن اللغة العربية على الإنترنت لا زالت ضعيفة جدا ولا زال وجودها على الإنترنت ضعيف وقليل. طبعا الأستاذ محمد بيقول صحيح، مظبوط صح، وهو فعلا منصة صحيح. أنا مايكروسوفت عاملة منصة كويسة قوي برضو بتدي شهادات، ولكن زي ما قلت لحضراتكم مع احترامي للشهادات حاجة كويسة جدا ان حضرتك يكون معاك شهادة، ولكن في النهاية اهم حاجة حضرتك عندك المعلومة ولا لا، حضرتك عندك المهارة ولا لا، ده الاهم بكتير جدا من الشهادة. وطبعا اكيد ان احنا ننصح يعني طلابنا وزمايلنا بالكلام ده. طبعا بصوا الشاشة اللي بقى بتتعرض قدام حضراتكم دي بقى هتلاقي الكومبوننت الاساسي اللي موجود في المنصة دايما واحد من الاربعة دول، ان انت ممكن تعمل ديسكشن وازاي تعملها، هنا كمان ال HTML، وعلى فكرة ال HTML ده مش بيخوف قوي، لان مش لازم حضرتك تكون دارس برمجة علشان تكون شاطر فيه، انت مجرد بتخش وبتبدأ تعمل يعني ريبليس للمديول اللي موجود عند حضرتك وبيظهر. كذلك ال problem هنا معناها الاسئلة، ولما تدخل جوه هتلاقي ان في انماط كتير قوي للاسئلة ممكن حضرتك تضيفها، وطبعا ما حضراتكم عارفين الانماط سواء كانت بقى اختبارات يعني في الاول تمهيديه او تكوينيه او حتى ختاميه ممكن حضرتك تنسقها من هنا، وده خاص بالفيديو ان شاء الله. ممكن يعني اسعد ان حضراتكم تتابعوها، هتلاقوا ان كل واحده من دول مشروحه بشكل كويس ان شاء الله يعني. تمام، حاضر يا دكتور محمد. طيب هل في سؤال تاني لحضراتكم ممكن نتكلم فيه قبل ما نختم؟ ولو في أسئلة ممكن نعمل جروب خاص بالنسبة للموضوع ده ونفتح فيه دعوة لجميع الناس اللي موجودين في الورشة إنهم يشاركوا معنا بالأسئلة دي. طبعاً حاجة تسعدني وتشرفني، وأنا يعني أكون سعيد مع حضراتكم في أي سؤال. هتدرب معنا دكتور أسامة، معلش هتدرب معنا شوية دكتور أسامة. العفو يا فندم، لا ده شرف لينا، شرف لينا يا فندم. وانا طبعا سعيد جدا بالاساتذه اللي موجودين، ويعني انا بحاول اتعلم مش اكتر، وطبعا بتعلم مع حضراتكم، فكل اي سؤال بيخليني انا اتعلم معلومه زياده، فطبعا اسعد ان يكون في اي تساؤلات من حضراتكم، واي سؤال او اي حاجه حد محتاجها نتحمل امره فيها. بس اتمنى زي ما قلت لحضراتكم ممكن تتابعوا القناه هتجدوا فيها كثير من الردود، واتمنى لو في اي بقى يعني مناقشه طبعا حاجه اكون سعيد بيها ان شاء الله. كل الشكر موصول لحضرتك دكتور اسامه وجميع الحضور الكرام ومن ايميرج افريكا. واحنا بس في شويه حاجات بس بعد اذن حضراتكم، احنا بنعمل ايفالويشن فورم خاصه بالنسبه لكل ورشه من الورش عشان نقدر نعمل احسن كل مره، فياريت بعد اذن حضراتكم مشكورين بعد انتهاء الورشه ياريت تقوموا بتقييم الورشه. واللي عاوز يعرف عن اي حدث جديد احنا بنعمله او يتابعنا مثلا على الجروب بتاع الفيسبوك، ادي الرابط بتاعه كمان. واللي عاوز يشترك، لو في حد مثلا عاوز يشترك معنا ويدي محاضره ممكن يتواصل معايا شخصيا، وده الموقع اللي باللغه العربيه. فندم حضرتك بتقول وجودكم في ايميل، شكرا لكم على الموضوع المهم، وشكرا لحضرتك دكتور اسامه، ولينا الشرف بوجود حضرتك معانا. وعندنا كمان اليوتيوب شانل بتاعتنا بتاعه المنظمه، عليها كل الورش اللي اتعملت قبل كده وكل الورش اللي هتتعمل ان شاء الله باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه. اللي حابب ان هو يتفرج عليها يعمل لها سبسكرايب ومتابعه، وبنشرف يعني بنتشرف بوجودكم على طول دايما معانا في ايميرج افريكا. ولو في اي حاجه خاصه بالنسبه لايميرج افريكا انا منتظر منكم اي سؤال، ولو في اي حاجه بالنسبه للدكتور اسامه، الدكتور اسامه متواجد معانا ونشرف بيه. العفو يا فندم، شرف لينا، وانا بعتذر تاني على الانقطاع اللي حصل، وانا اسعد بحضراتكم وشكرا لحضراتكم على الورشه اللي كنا مع بعض فيها. شكرا لحضرتك، شكرا لجميع الحضور الكرام. نراكم ان شاء الله قريب الاسبوع القادم في ورشه عن تكنولوجيا الواقع الافتراضي، وهنشوف ان شاء الله كل جديد. وبرحب بيكم باي مقترح انتم حابينه او اي حاجه انتم حابينها في المجال وحابين ان احنا نشتغل عليها في ايميرج افريكا،
احنا بنرحب بكل المقترحات. معاكم الويب سايت بتاعنا، معاكم الفيسبوك، معاكم الاكونت بتاعي لو حد حابب يبعت لي اي حاجه على الفيسبوك انا تحت امركم. وشكرا لكم على وقتكم، ونراكم ان شاء الله في ورشه جديده من ورش ايمج افريكا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.